جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما على المسلمين حين يتأكدون من وجود ساحر في منطقتهم وقد كثر شره وتعدى أذاه ويعمل بين الناس بالكهانة والشعوذة، عليهم أن ينصحوه أولا ويخوفوه بالله عز وجل إن كان يدعي الإسلام، فإنهم يخوفونه بالله عز وجل ويبينون له أن هذا يتنافى مع الإسلام ويناقض الإسلام ويخرج من الملة، فإن تاب وامتنع الحمد لله، وإلا فإنه يجب عليهم أن يرفعوا بأمره إلى السلطة المسلمة لتأخذ على يده وتريح المسلمين من شره، فهذا لا يجوز السكوت عنه لأنه بلاء وشر وكفر بالله عز وجل.